السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا ايه، خدنا الحاجة ضربناها في الخلاط، بس بالأمانة انا حطيت نص كوباية لبن تاني. الكوباية ما ضربتش، يعني تقل. هو اول ما عملتهم تقلوا تاني، لا حطي كوباية ونص لبن، والسكر زي ما هو. عايزة تحلي اكتر حطي كوباية وربع سكر، بس انا حطيت هي الكوباية زي ما هي، بقى كوباية السكر زي ما هي، بس كوباية ونص، وكوباية ونص لبن، والزيت زي ما هو، الكوباية اللي انا وريتها لكم من المطبخ. مش مفيش اي حاجة غير كده. ما شاء الله، بصوا اهي شوكولاتة الدهن هنا، مش شوكولاتة الدهن. بصي مش هقولك العيال بتحبها قد ايه. بصي وقت انا جبت برطمان قلت هفضيها فيه برضو. بصي بصي جميلة ازاي، ولا فيها تكتلات ولا اي حاجة. بصي جميلة بجد في منتهى الجمال اهي. البرطمانات دي مش غالية على فكرة، البرطمانات دي موجودة برضو في الاسواق وفي اي مكان. حلو. وادي كمان هنشوف دول برضو قد ايه. دي اللي كان فيها اللبن، والخلاط برضو فيه تاني، بس انا ايه افضيه براحتي عشان الصوت برضو. بصوا بس الخلاط فيه مليانة، بس احنا هنفضيها براحتنا. بصي بجد حاجة جميلة، وبيتك وانت اللي عاملاها في منتهى الجمال، تعمليها لولادك. بس الشوكولاتة جميلة ازاي. بصي بصي العيال الصغيرة كلها، حتى الكبار على فكرة، أول ما بتعمل في التوست أو سندوتشات كله بيحبها جدا. اعمليها ومش مكلفة على فكرة، سعرها جميل برضو. بص اهي هي دلوقتي سعرها غالي، بص طعمها، طعمها والله جميل، وريحتها حلوة جدا. خلي بالك احنا حطينا الكيس بتاع البندق مخليها فعلا ريحتها كأنك ايه، كأنها شوكولاتة بندق. اللي احنا الكيس اللي احنا حطيناه، يعني الكيس ده مش غالي، تقريبا بتلاتة، تلاتة ونص مش فاكرة، تلاتة جنيه باين. يعني بتحطيه بجد بتعملي برطمان حلو محترم. ادي الشوكولاتة اهي بالظبط. قولي عبينا برطمانات برطمانتين، على اساس ان احنا برضو لسه الخلاط مليان اهو، هناخد اللي فيه ونحطه هنا في البرطمان الناقص، وبتحشي لعيالك الصبح ورايحين المدرسة، والله بيبقى جميل جدا. بصي ومنتهى الجمال، بصي شوكولاتة جميلة، بصي اهي منتهى الجمال. احلى حاجة ان انت عاملاها في بيتك. بصي بصي اهي اهي، مش دي شوكولاتة الده اهي. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. اهي اهي اهي، شفتي جميلة ازاي. على فكرة كمان لما بتحطيها في التلاجة بتتقل، متبقاش كده، تبقى تقيلة شوية. بعد ما بتخلصيها بتحطيها عادي في التلاجة، تتحفظ وبتبقى زي الفل، ما فيهاش أي حاجة. أهم حاجة يعني اللي الأهمية بقى، أما تجيبي لبن جيبي لبن نظيف، ما تعمليش بقى أي لبن، وتغليه وتسيبيه لما يبرد براحته. بصي أهي منتهى الجمال، حاجة أنت عاملاها في البيت وضمناها. وأكلي ولادك بقى وفرحيهم، العيال الصغيرة كمان بتحب الشوكولاتة دي قوي، هما ما شاء الله يعني جميلة. وبالهنا والشفا ليكم، وان شاء الله ان شاء الله بإذن ربنا ان شاء الله المرة الجاية هعمل لكم ايه، الجبنة اللي هي، او اي مرة يعني حلقة تانية هعمل لكم الجبنة اللي هي الكريمي اللي بتتحشي برضو في السندوتشات، العيال بتحبها قوي، وعلى فكرة مش مكلفة، انا هعملها لكم بسيطة جدا. فبجد حاجة بسيطة وانت اللي عاملاها في بيتك مش هتخسري حاجة. اعمليهم وقومي اعملي حاجة دي لعيالك. اللبن اللي بتجيبيه الصبح شيلي منه كوباية ونص، اركنيها على جنب، هاتي ربع كيلو هو يدوب كوباية ونص، واركنيها على جنب. الشوكولاتة دي انت ورايحة وجاية هاتيلك بخمسة جنيه شوكولاتة خام، انا معرفش بكام، انا كانت الحاجة دي كانت موجودة عندي يعني انا ما اشتريتش. اللبن برضو جيبيلك بخمسة جنيه لبن بودرة، او حطي كيسين اللي هما النيدو اللي بيبقوا بره برضو مش مشكلة. فهو اما تحطي حاجة حلوة وحاجة نظيفة ما هي برضو نافعة لولادك،
والزيت زيت تومين تومين مش مشكله، هو كده كده الشوكولاته الطعم البندق مع الشوكولاته بيغير كل حاجه، بعدين ما بتحسيش بزيت. حلو رضا، زيت تومين زيت تومين، الحمد لله كويس ان احنا لاقيين زيت التومين، نحمد ربنا والحمد لله على كل حاجه، وربنا يدومها عليكم نعمة وعلينا يا رب العالمين، واللهم احسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.